لكن زي ما اتعودتوا معانا دايما ضربه البدايه باستمرار مقالي ومقاله ابدا هي ليست حربا. بكره الساعه 3 العصر الاهلي يا باشمهندس بيواجه سيمبا التنزاني في العاصمه التنزانيه دار السلام. دي المباراه في الجوله الثانيه بالمجموعه الاولى لدور المجموعات في دوري الابطال واللي الاهلي بيبحث فيها عن العشره ان شاء الله. لكن اجواءها غريبه قوي. اجواءها اللي متصدره لنا. ايوه. اللي متصدره لنا. انها في احتقان وفي حرب منتظره وفي يعني معركه ما احناش عارفين هتخرج عن اطار الرياضه ولا يعني هتوصل لحد فين. ده اللي متصدر لنا. من اول المشهد الذي قيل انه صوره التذكره المباراه. واللي احنا النهارده هنتحقق من كل هذه الاخبار ومدى سلامتها سواء من الحشد الجماهيري في الملعب او من الاجواء اللي هي حوالين المباراه وماذا وبما تشعر بعثه الاهلي. كل ده خليكم معانا هتعرفوا الحقيقه بعد دقائق يعني. لكن لو الاجواء كده او من يريد ان يصدر هذه الصوره هو ده جزء من خيانه الكلمه لاصحابها. لانك انت لما تصدر هذا المشهد انت فاهم انك بترعب المنافس، لكن الحقيقه انت ايضا بتاذي نفسك. لان مفيش مسؤول على مستوى رياضه اقليمي او عامل او دولي هيقبل هذه الاجواء. واعتقد ان يعني اذا وانت لما ترجع بقى شويه لان احنا مؤكد هنطرح هذه القضيه ايضا بتفاصيلها ما حدث من بعض الاعلام المنسوب الينا في مصر وكان عايزين ياخدوا سكه ماتش الاهلي والمريخ الى اين؟ طريق سبق ان خضناه مع الجزائر ومع الجزائر ايضا في السودان والان هذه العمليه قبل واثناء وبعد المباراه بما احيط بها من ادعاءات وتقول هنثبت كذبه. كل ده هدفه ايه؟ ناس مش مسؤوله بكلمات غير مسؤوله لا تعي مدى تاثير الكلمه وهتاخدنا لحد فين. ويجب ان توقف هذه التيارات من اول الخطابات المزوره اللي كانت بتتكتب بعد ماتش الترجي. ايوه. والاهلي. ايوه. ويثبت هذا من بعد الخطابات التي كتبت وصدرت الى مجلس الشعب ايضا. أيوة. وثبت انها مزوره. لكن انا الاوان ان يحاسب كل واحد على مشاريبه بقى. لان واحنا شفنا ان الانسان لما يفقد الحذر ممكن. طيب. ياخدك يوديك فين. طيب.